وامر الحرس الوطني ووزيرة العدل وشكون اخر نسيت، يعني اشياء الدوله باش تنقلب على الدوله وباش ينقلب باش ينقلبوا على رئيس. اذا كان المعلومات اللي تقالت هذه بحجم وصدقيه المعلومات اللي قالت على علاقتي انا بكمال الطيف، من اني كنت نرتاد البيرو بتاعه في سكره وفي غيره، اذا كانت بنفس صدقيه هذه واحد نعرف اني معلومات كاذبه. لكن 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 راهو من غير المعقول انه تصير اشياء كيما هكا ويتقال كلام كيما هكا، والى حد الان النيابه العسكريه ما زالت ما تحركتش، والنيابه العموميه ما زالت ما تحركتش، والمكلف العام بنزعه الدوله ما زال ما تحركش، لانه لابد من تحرك كل هذه الهياكل من اجل وقف هذا العبث، لانه هذا عبث بالدوله وهذا مخطط خطير جدا للغايه، منه ضرب استقرار البلاد وضرب استقرار الدولة، وراهو من غير معقول. أنا ما يهمنيش أنه نتسب، لأنه استانست أنه نتسب، ولا ماثر بن حليمة استانست هو كما تتسبش معناه موجعتش إيه معناه أنا ما يهمش، لكن عندما يتعلق الأمر بمؤسسة الدولة للبيت يا رب ونحميه، وأنا نعتقد أنه النيابة العسكرية لابد أن تتحرك، النيابة العمومية لابد أن تتحرك، المكلف العام بنزعة الدولة لابد أنه يتحرك، لأنه هذا يمس رموز الدولة ومؤسسة الدولة، وبالتالي لابد من التحرك، وراهو حان الوقت لوقف هذا العبث، بالعبث بالدولة والعبث باستقرار البلاد والعبث بمؤسسات البلاد هذه والعبث بمستقبل الرئيس. راهو أنا نقول لك شيء، لأنه راهو هما ذول يقدموا في رواحهم على أنهم مناصرين للرئيس، مناصرين للرئيس، لكن في واقع ويقدموا خصومهم أعداء الرئيس، يقدموا خصومهم هم يقدموهم كأعداء للرئيس، وبالتالي هذا لابد أنه يوقف. أنا شفت من المضحكات المبكيات أنه فما تدوينة نزلتها صفحة عن تعيينات، عن حدوث تعيينات قريبة وتعديلات في سلك وزارة الداخلية وغير وزارة الداخلية، مهبطهم هذا صاحب الـ المعلومات هذه، صاحب اللي يعمل عليه يسبنا ويسب في الدولة ويسب فيه، مهبطهم ومشطب عليهم. وشكون عامل له جام؟ شكون عامل له جام؟ يحيى الكحيلي عامل له جام على الوحدة، على 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 الوحدة بتاعه. تو انا نحب نفهم، كيفاش معناها المعلومات هذه توصل للسيد عن طريق نقابي امني معزول، هو وهو عون سجون مطرود عنده 10 سنوات ويفتي في مسائل امن قومي في فرنسا. قل لي انا نسأل سؤال بركة، مش نحكي على الشخص، يا اخوي يا وليدي منين انت تعيش؟ باش تعيش في فرنسا؟ جاوبنا باش تعيش منين قاعد تصرف على روحك في فرنسا؟ فسر لي، لان نحب نفهم. هذا ناس مرتزقه يخدموا بمقابل، وانا قلت اعوان تنفيذ، هناك عقل مدبر هو العقل الاخواني، لكن هناك اعوان تنفيذ قاعدين ينفذوا في سياسات متاع عقل اخواني واضح لا محاله. انا يلزمني نقول في 30 ثانيه